ولكم باك. كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، امركم مزيانه. غتقولوا هذه فين غبرات؟ يلاه دابا جايه. عرفت راسي عيقت عليكم وغبرت عليكم، راه شهر هذا ما حطتش ليكم شي حاجه هنايا. رجعت وبغيت ندير شي حاجه جديده في اليوتيوب، بغيت مره نبقى ندير لكم هاد السلسله هذه ونبقى نحكي لكم. انا كيعجبني بزاف نتفرج لي فيديو اللي كيكونوا بحال هكا، وشفت بزاف ديال البنات دايرين بحال هاد الكونتوني هذا، وقلت علاش لا ما نبداش فهاد الكونتوني هذا. غادي نبقى نحط منه بحال مثلا فيديو في السيمانه ولا جوج فيديوهات. الى عجبكم ما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير. حطيت لكم البنات هاد البوست هذا وقلت لكم عطوني القصص ديالكم مرعبه، وصلوني بزاف ديال القصص على الله غير ما يكونوش كذوب. نبداو باول قصه. جايز انا راه ما جاوبتكمش في البريفي، فاللي داز في الفيديو كتب لي هنا لتحت. نبداو باول قصه اللي كانت من واحد الدري. كما قلت لكم ما كنتش متوقعه نهائيا الدراري يكتبوا لي هنا القصص ديالهم، فاللي داز يكتب لي في لي كومونتير حيت راه ما جاوبتكمش، يعني سكريني ديريكتومون وجيت هنا كنصور. حنا ساكنين في واحد الدار قبل ما تبنى كانت قبور منسيه، وكتب لي من الناس ديال بركان غادي يعرفوها، فالناس ديال بركان يكتبوا لي لتحت واش كاين نيشان هاد البلاصه هادي. دائما مع الليل كيبان لينا بحال شي خيالات وكنسمعوا التقرقيب. كانت دائما كيوقعوا لينا شي حوايج غراب، مثلا كنكون في الدار بوحدي كنسمع شي واحد كيعيط عليا في شي بيت، وكنمشي لديك البيت كنسمع داك الصوت كيعيط عليا من الدوش ولا من الدروج يا ناري. المهم كنطلقوا القران، دائما كانت كطرى شي حاجه، يا داك التليفون كيوقف يا التلفازه كتطفى، ما خلينا حتى شي فقيه. الفقيه اللي جبناه كيقول لنا عندكم هذا الشيء صعيب. هذا الدري هذا من داك النوع اللي كيتهلا في راسو كيديها في حالته وداك الشيء، وكنهتم حتى بالتفاصيل الصغيره فيا. وليت كنوقف عند المرايه لساعات طويله، وبعض المرات كتبان لي النوض مع الليل ندير شي حاجه لشعري. ولا حتى لواحد النهار شفت واحد الوصفه كما العاده بانت لي سهله وانا نوض نديرها، مشيت حدا المرايه هادي انا هادو خدامي. عرفتو انا راه ما يمكنش، حتى كيجي الليل عاد كيبان لي ندير شي حاجه، يا كنوض شي ماسك لوجهي ولا شعري ولا المهم كنوض نخترع شي حاجه في الليل، وكيجيني غير في الليل. نكملو. كانت شي جوج ديال الليل وانا كندير داكشي في شعري، وانا نلاحظ بلي القرعه ديال الشامبوان كتهزز بوحدها، درت وهي طيح. انا بحال الا قلت راه غير كانت وهم، يعني صحابتي لي راه غير كيتخيل وصافي. اللحظه اللي غادي نقلب فيها وجهي الجهه ديال المرايه كنشوف الانعكاس ديالي فيه، واحد المراه لهلاي خرجها شي مسلم ناهر، عرفتي الحميت بورش. عرفتي فاش كنتفكر داك المنظر الركبية كيفشلو عليا، راه ابشع شي شفتو في حياتي. بالخلعه خرجت كنجري، مشيت ديريكت للبيت وتكملت، بقيت كنقرا القران. الغدا لي فاش نط لقينا ديك المرايه مهرسه. تخيلوا انكم كتشوفوا شي حاجه في ديك المرايه والغدا لي تلقاوها مهرسه، راه ما يمكنش الرياكسيون ديالكم كيفاش غادي تكون. انا في ديك اللحظه ما عرفتش شنو غادي ندير، وما بغيتش نقولها لصحاب الدار خفت ما يتيقوش داكشي اللي شفت. صافي دوزت نهاري عادي حتى د المغرب، ما عرفتش شنو صرا لي، بقيت كنبكي ونضحك في نفس الوقت. بقيت كنغوت وكنتركل بحال الا ذبحوني. حتى الجيران جاو ودخلوا عليهم، تخيلوا بداك الزقه اللي كان كيزقي كامل، جاو الجيران يشوفوا شنو كاين. انا في ديك اللحظه ما بقيتش كنتحكم في راسي، يعني السيد ما بقاش كيتحكم في راسو، ما بقاش عارف شنو كيدير. ماني نضر عيا ومعايا بالقران والملح والمفاتح، يعني السوارت والو، ما بغيتش نهضر حتى لواحد اللحظه وانا نطيح. قبل ما يطرى ليا هذا الشيء كنت كنحلم شي احلام غريبه، يعني قبل ما يصرى لي هذا البلان هذا كان كيحلم شي احلام في شكل. مشيت غدالي عند واحد الفقيه، يعني مور داك الشيء ما صرا مشى عند واحد الفقيه الله يذكرو بالخير. لقيت بلا فيا السحر والعين والحسد ومزوج جنية عاشقة. داك الوقت انا دارت بيا الدنيا، قال لي داك السيد غادي يكون العلاج صعيب شوية، بصح خاصك تقوي ايمانك بالله وداكشي اللي درت. عطاني داك السيد واحد الزيت ديال الرقيه ندهن بها داكشي كلها، ورجعت كنصلي وكنسمع القران وكنحس دائما بقلبي مقبوط عليا وشي حاجه كتحرك في رجلي. هادشي بلا الاحلام اللي كنحلم راه كارثه، غير الرعب في الرعب. كنت كنعس ربع ساعه في الليل كامل وكنحس بشي واحد ناعس حدايا. المهم بعد ديك السيمانه مدهين والقران متواصل، رجعت عند السيد وخرج مني داكشي اللي كان مدمر ليا حياتي، ورجعت بحال الا تولدت من جديد. بعدو من المرايا على تجربه شخصيه راه ديجا عاودت لكم هنايا في اليوتيوب. فجايز عافاكم الا كنتو كتشوفوا راسكم في الليل في المرايا، غير حيدوا هذه القضيه هذه، وراه كاين احاديث على هذا الشيء. الا كتسمعوا شي صوت ولا شي حاجه حيت واحد العرس قدامنا، حتى بغيت نصور عاد بغوا الناس يعرسوا. القصه الثانيه، انا اختي وقع ليا واحد البلان اللي كنت صغيره، وهذا الشيء حقيقه ماشي خيالي، حيت لحد الان مازال ديك الصوره بين عينيا. مشيت للحمام انا وخالتي، وخالتي كانت صغيره، انا تكون عندي ديك 6 سنوات وهي 23 سنه، يعني خالتها كانت حتى هي صغيره، هي كانت عندها 6 سنين وخالتها كانت عندها 23 عام. ما تكون عندك 6 سنين راه كتعقلي على شي حوايج.
انا يعني راه كنعرف ماشي صغيره بزاف. المهم دخلنا الحمام خاوي مع ديك 6 ديال الصباح، كان ديك الساعه البرد وكيكون مازال شويه الحال باقي مظلام. مشينا للحمام في الدرب قريب، بغينا ندوشو ونمشيو للقرايه زعما الحداقه. شتي نتوما مالكم على الحمام في الصباح؟ بغيت غير نفهم هذوك البنات اللي كيمشيو للحمام في الصباح. اول حاجه واش ما كتعكزوش؟ ثاني حاجه واش ما كتخافوش؟ الحمام على قدو كتلقاي راسك بوحدك اللي نتيا جالسه كتغسلي تما مع الجنون. فهمتش انا؟ ما فهمت. مشاو يدوشو في الصباح باش يمشيو يقراو، حيت الخاله ديالها ولا خالتها كانت كتقرا في لافاك وهي كانت كتقرا في الابتدائي ولا مانيش عارفه. المهم دخلنا للحمام لقينا واحد الولد خدام في الحمام، يعني هذاك اللي كيخلص يعني الحمام ديال الرجال، حيت هذوك الناس اللي خدامين في الحمام ديال النساء كانوا مازال ما جاو. اختي نتوما جايين قبل الطيابات. كما قلت لكم لقاو هذاك الولد اللي خدام في الحمام ديال الرجال وقال لهم راه مازال ما جاو دوك العيالات ديال الحمام ديال النساء. غير هو حلينا دخلنا غير بوحدنا. المهم دخلنا للحمام الوسط، يعني داك البيت اللي ما بارد ما سخون، يعني داك البيت اللي كيكون في الوسط، فهمتوا؟ يعني اللي ما بارد ما سخون. حنا نلقاو جوج بنات آية في الجمال، سبحان المصور. انا في حياتي ما عمرني ما شفت هذاك الجمال بقوه جمال ديالهم، بقيت غير كنشوف فيهم وكنشوف في شعرهم، وشعرهم كان طويل ونفس الطول بزوج. ملي دخلنا لقيناهم كيغسلوا شعرهم وانا بقيت كنشوف فيهم، ما قدرتش نحيد عيني عليهم، لا انا لا خالتي. جانا بحال الصدمه ولا السماوي، والله ما نكذب عليك، يعني بحال هما بقاو كيشوفوا فيهم ولكن ما قدروش كيهضروا، يعني جاتهم بحال الصدمه. المهم عادي شويه وحده فيهم غسلت شعرها بقوه الطول ديال شعرها وبدات كتقيسنا بالماء. حنا ما عرفناش اش وقع لينا في ديك الساعه، كان شي وحده عيشوريه وكتضرباش معاهم بالسطوله، هذه انا. وحنا كضربنا بالماء والله ما دوينا، جاني بحال عقد اللسان. المهم دوشنا بخاطرنا ماشي زربانين، كنعمروا السطوله من حداهم عادي. والشي اللي غريب هما ملي دخلنا شفناهم غير كيغسلوا في شعرهم وبقاو عادي غير كيغسلوا فيه، وملي دخلنا وحنا والو ما دينا ما جبنا بحال واكلين الخميره. هذوك البنات هذوك الجوج بنات ولا جنيات ولا مانيش عارفه دخلوا يعني قبل منهم. هاد البنت هادي هي وخالتها، فاش جاو يخرجوا خلاهم هكاك يعني كيغسلوا في شعرهم. يعني تخيلوا انكم كتدخلوا مور واحد الناس ومن بعد كتخرجوا هما عاد تما في هذيك البلاصه. بدلنا الحوايج في خاطرنا، يعني غسلوا في خاطرهم، بدلوا الحوايج في خاطرهم، وكان كيسحب ليهم بلا هذوك بنات يعني انسان ماشي جن. خرجنا عند الولد اللي مقابل خلصنا، سولته خالتي قالت لي دوك البنات اللي في الحمام ماشي من هنا حيت زوينه تبارك الله. سولته غير بالفضول حيت جمالهم ماشي طبيعي، بحال خارجين من لوحه فنيه. الدار كانوا باغيين خالي يتزوج كيقلبوا لي على شي بنت، وهي سولته. المهم يعني سولته غير سؤال يعني فضولي، باش حتى الا كان كيعرفهم ولا شي حاجه. عرفتوا شنو قال ليها السيد؟ قال ليها راه غير نتوما اللي دخلتوا، ما دخل حد اصلا، انا يلا حليت الباب قدامكم. خالتي بقوه الخلعه خلات السطوله والصاك وهربات تجري وحده للدار، سمحات فيا وحتى انا والله كنجري وهي كتجري. تخيلوا ان تكوني في الحمام وكتغسلي وكيصحبت ليك بلا دوك الناس اللي حتى هما في الحمام معاك، يعني انسان عادي، حتى كتخرجي وكتفاجئي بلا هذوك اللي كانوا معاك راه ماشي انس. ومن بعد فاش ليام وتلاقاو مع هذاك الولد اللي حل ليهم الحمام وقال ليهم والله حتى قلبت الحمام كامل فاش مشيت وما كان فيه حتى شي واحد. وخالتها هاد البنت هذه لحد الان متبعه مع راقي كيجيها الصرع، والطبيب قال ليها بلا عندك عرق في الراس والرقاش كيقولوا ليها عندك مس شيطاني. وهاد القصه هذه قديمه وبصح وربي شاهد عليا. انا صراحه هذه ديال هاد القصه هذه ديال الحمام متصدمش فيها، حيت كاينين بزاف ديال القصص كيعاودوا بحال هكا. راه الحمام يعني واحد السباس لي خاوي، راه داير بحال الطواليت يعني بحال الدوش. القصه اللي من بعد واللي فيها واحد العبره زوينه بزاف وخصوصا للبنات، البنات اللي كيديروا الثقه، هاد القصه هذه فيها واحد العبره وفيها واحد شويه ديال الرعب. القصه هذه كانت من واحد الدري كيعاود على القصه ديال ماماه. المهم غنعاود لك واحد القصه من حياتي ونتمنى تاخذوها تجربه وحذر. المهم الوالده في صغرها كان عندها 18 عام، يعني كانت جون يعني باقا صغيره قدي، كانت زوينه تبارك الله. المهم حتى هي كانوا عندها صحاباتها المقربات كتشارك معاهم الطعام وكيخرجوا كيضحكوا بحال الخوت. الوالده بداو كيجيو فيها الخطاب بما انها كبرات شويه، صحابات ما فهموا والو، قالوا السيده غتزوج وغتخلينا، ما يمكنش. ناضت وحده من دوك صحاباتها طلبت من عندها قمجه ولكن رجعتها بالحزام وقالت ليها حقره ما حقره داك الحزام طاح ليا وراه غير سمحي لي وهذا، وديك القمجه رجعتها ليها بالحزام. يعني هاد الديتاي هذا راه الا كنتي انت بنت
وسلفت شي قمجه صاحب شكون ردات لك هذيك القمجه بالحزام ما غتدي ما غتجيبي في هذاك الديتاي هذا حتى هي ما دات ما جابت تبداش كطيح وكتشوف الرعب قدام عينيها اي واحد كيتقدم ليها كترفضوا يعني السيده بحال تسحرات ولا وقع عليها شي حاجه كتب الله تزوجات بالوالد يعني باباين هاد الدري هذا بقاش مده طويله وما كتولدش والحمد لله تزاليت انا الاول بقدره الله ولكن الوالده مازال مريضه فريمون شفت الرعب وانا صغير لكن الحمد لله عطاني ربي واحد الصوت زوين وعلمني القران الوالده حتى هي وضبات على الصلاه والذكر وداكشي وداكشي اللي كان فيها ولا كيقول بغيت غير نمشي في حالي المهم الحاجه الاولى انكم ما تثقوش في الصحابات والثانية أن قدرة الله كتغلب أي حاجة كيف ما كانت والصبر هو أهم حاجة المهم افيك بليزير دوزيغا ما تقوليش سميتي ومرحبا والحوايج ديالكم البنات حاولوا ما أمكن أنكم ما تسلفوهمش كما قلت لكم هذه راه سلفت ليها القمجة ديالها بنية حسنة ورضت عليها بالحزام وراه ما داش ما ردت يعني أي وحدة فينا غتسلف حاجة ديالها وغترد بالحزام راه غتقول هذه ماشي مشكل نورمال فالبنات ردوا البال القصه اللي من بعد البنات غنعاودها لكم بلا تليفون حيت هاد البنت هادي صيفطات ليا لي زوديو نحطهم لكم هنايا هاد البنت هادي يمكن كان عندها شي مس ولا شي حاجه ما عرفتش بالضبط واحد النهار مشات دارت واحد التبخيره يعني بخرات عادي بحال داكشي ديال العود اللي كنديروه في 27 ولا مشات بخرات وفاش نعسات جا عندها واحد خينا وقال ليها والله لا بقاتها فيك هاد السيده هادي مزوجه وعندها وليد قال ليها والله لا بقيتها فيك وغنخرج هذا الشيء فيك يعني غنحرقك انت ولدك بحال هكا وهي زعما في ذاك الحلم جاوباتو وقالت ليه ما ديرش شي حاجه لولدي يعني الا كانت شي حاجه ديرها فيا صافي السيده الغدا ليه فاقت وفاش فاقت فكرات هذيك الحلمه وما داتش ما جابتش قالت راه واقيلا غير حلمه هذه وصافي يعني السيده ما داتش ما جابتش وكانت كطيب خطره وحده طردقاش عليها الكوكوت السيده كامل تحرقات في وجهها في صدرها ولدها ما وقع ليه حتى شي حاجه الغدا ليه فاش نعسات عاود خرج ليها نفس هذاك الشخص داك الجن ولا مانيش عارفه قال ليها راه وفيت بالوعد ديالي وقالت لي يعني واخا درت تجميل لوجهي وداكشي باقي عندها زعما فوبيا من داكشي ديال الطياب وداكشي ديال النار وحتى دارهم ولاو كيعانيو معاها بزاف القصه اللي من بعد جايز كان ديال واحد الدري حتى هو هاد القصه هادي قصيره واحد المره كنت واحد الطريق نواحي ورزازات كان مشادين الطريق هو والعائله ديالو واحد شويه بانت ليا واحد المراه في وسط الظلام وفي الليل في جنب الطريق يعني كان سايق بالطوموبيل وبانت ليا واحد المراه في جنب ديال الطريق لابسه لبس بلدي انيق وجهها زوين بزاف وملي سولت الدار يعني حتى داز عليها بحال هكا وشافها يعني موقفش فاش سول دارهم يعني مالين الدار اللي كانوا معاه قالوا ليه راه ما شفنا حتى شي حاجه انا متاكد شفتها ودرت الدوميتور ورجعت وما لقيت والو انا متاكد شفتها مزيان والغريب ان تما في الخلا والظلام والليل حتى انا بالنسبه ليا وكان كانت يعني بنت ديال بصح ما عندها ما دير في نصاصه الليل في ديك الطريق ولابسه مزيان وزوينه فهادشي غريب شويه القصه اللي من بعد كانت ديال واحد البنت سلاح حبا انا واحد النهار كنت غير انا وماما في الدار وهي كانت الفوق وانا لتحت المهم مشيت حدا الدروج وبديت كنعيط لها بشويه وبدات كتجاوبني حتى هي بشويه وقالت لي استناي وبقيت انا كنستنى تما على اساس ماما تجاوبني فاش شفتها تعطلات عليا قلت لها ماما تعطلتي عليا وفاش جات طلعت عليا من الفوق قالت لي انا ما سمعتكش كنت كنمسح السراجل قلت لها كيف شكون كان كيهضر معايا دابا قالت لي ماشي انا وحلفات لي بلي ماشي هي انا تصدمت حيت سمعت مرا كتهضر معايا بالصوت ديال ماما في التالي هي كانت كتخدم شغلها ما سمعتنيش كاع فاش كنت كنهضر معاها في الاول حتى عاود تعيط لها انا اختي بحال كنخوي الدار ما نكذبش عليك القصه اللي من بعد ديال واحد البنت كنعرفها شخصيا ايوا يا اختي كنت في مراكش مدوزين الصيف المهم دوزنا نهارنا عادي في الدار اللي كنا فيها في الليل ناعسه حتى كنسمعوا صوت الماعن كيتغسلوا في الكوزينه هكاك بحال الا شي واحد كيغسل في الماعن وهو كلشي راه ناعس يعني كلشي اللي كانوا في الدار كانوا ناعسين حتى شي واحد ما كاين في الكوزينه وكنشعلوا الضو كيحبس داك الصوت وفاش كنطفيوه كيرجع اختي الليل كامل ما نعساش كلشي رجع نعس الا انا والغدا اللي ما بغيتش نرجع نبات في ديك الدار
ولكن راه الرعب ديال بصح. بغيتي تكون بحالك لقيتو شي جنون كيغسل لكم الماعن، انا ما كرهتش يكون عندي شي جنون بحال هكا كيغسل لي الماعن فاش نفيق في الصباح لقى كلشي مغسول كلشي مقعد كلشي وهذاك هانيه ماشي مشكل. صافي جايز كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، ما بغيتش نطول عليكم بزاف. الا عجبوكم بحال هاد القصص هادو خليو ليا في لي كومونتير نبقى ندير لكم فيديوهات بحال هكا. جايز راه ما دوزتش كاع القصص كاملين حيت وكنجي ندوز كاع القصص راه ما غاديش نكمل. فالا بغيتو بارت 2 من هاد الفيديو هذا خليو ليا في لي كومونتير، ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، ديروا جيم وتابوناو في لاشين وديروا ليا كومونتير زوين. تهلاو ليا فراسكم، باي باي.